أهلا وسهلا. بتمنى لإنسان مثل أمة العرب، وبتمنى يكون معنا، يعرف إنه ما بيعرف ويحترم العلم، يعرف إنه ما بيعرف، يكون جاهل بس يعرف إنه في علم وفي احترام. هاي ما شفتها إلا بأمة العرب، وبنوع خاص هون ما بيفوتوا عرب ومسلمين أبدا مطرح ما منروح، لأنه عندنا هالخصلة. نقعد منتسلى على ذوقنا، وبيكون في واحد عم بيحكي والتاني معه موبايل، التالت عم بياكل، الرابع عم بيوشوش. عرب مسلم طلعوا لبرا. مؤتمر اليوم ببريطانيا بالبيت الملكي، ما في ولا عربي ولا مسلم. حطينا العلم نحن، قلت لهم ما في لزوم يجوا نتبهدل، بس هذا هو العلم. أي كتاب؟ The Perfect Master. والكتاب مريم اللي عم بتجمع هالزهور، Where is God؟ الكتاب مع أوباما شخصيا، مع أكثر حكام هالكرة الأرضية، وشافوا إنه هالمرة عندها ثروة كتير كبيرة. قالوا لي رح تتركيها للعرب؟ قلت لهم أنا ما جبتها من العرب، هيدي منا كلنا، من الوجود إلى الوجود. بس للأسف ما عنا احترام بالأمة العرب، احترامنا خده بقوة. ما حدا بيتحرك بس تكونوا بأي مركز لقوشه، ما حدا بيمر. واحد اسمه ديفاجيت وغيره بيزعمل. كلنا بنعرف هيك يعني. ستوب. ثلاث ساعات ما حدا بترف عينه، بفوتوا بالحضرة. أي عربي بده يعملها؟ أي مسلم؟ ومين حط هالعلوم؟ هالإنسان في حدا عربي معه؟ نعم، أنطونس عادة راح على حلب عند الكواكبي وحط هالعلم. صمت، صوت، صدى، صورة، صلة، بصورة صاد، 55 صفة. بس روح مطرح بيقولوا لي في ثلاثة أربعة عرب، شوفهم بقول لهم ما نتجرس ونتبهدل، لا نحن عايشين بأوروبا، نحن هيك، نحن بأمريكا، نحن. فت مرة 12 من لبنان قعدت معهم، قالوا لي بس احنا قعدت 3 أيام سياحة هون. شو عملتوا؟ شو عم تعملوا بلبنان؟ طلعتوا معي ورحتوا مع أوشو، ومين صرف عليكم لولا قهر الحال؟ وين صرتوا اللي بلبنان؟ أوشو لبنان، شو هالكذب والنفاق؟ كذابين كلكم، ما تصدقوا حدا، كلهم عم يعملوا تجارة، كلهم يضاص. الحق عليكم بتروحوا لعندهم. واحد منهم كان عنده مطعم، سكر المطعم لأنه مرته a great master، بتحط إيد عليك وبتمسحك مسح وبتصير a great master، وبتستقبلك على يا عيب الشوم يا عار العالم أنت وجوزك وكلكم. ما في حدا بأمة العرب أبدا. ليل محمد كيلاني، بشار أنطون، علي الحكاية بسميه عز الدين، مريم نور، وكم واحد بلبنان وبسعودية أساميهم محطوطين على الموقع بيت الله. بالكويت ما في حدا. من أنت صغير كان عندي شوية أمل، هلأ كب بيتك في وحدة ساكتة ما بتحكي، نادرة ما لقيت ببلد تاني. مانك بحاجة 2-3-5 من الأمير هالثلاثة مليار، بس وين ما رحت شرق وغرب موجودين. وما بده جبت كرسي للكمبيوتر عندي، أغلى كرسي من محل كتير مشهور، ما عجبتني
منيح اللي وقفت. مرض عنا، مرض. ما بنعرف ليش بنهز، ما بنعرف ليش بنعمل هيك، ما بنعرف ليش بنعمل هيك، ما بنعرف ليش عم. وحطوا الإسرائيل حكمة العالم بالأمراض وحطوها وكبوا عليك. صح الكرسي جبتها، رجعت رديتها، قلت له بدك حق أخليه وغالي كتير. إجا واحد قال لي تعبت إخيك على الأوزاعي أحلى منها، هيديك ب 600 دولار 750 700 دولار شي هيك، 90 دولار. قلت له بحب أشكرك. قال لي لا ما تجيب سيرتي، أنا عم بعمل هالعمل لنفسي. بنحط برنامج أو حضرة اسمه شكراً، وتقول للناس بهالمطرح في مطعم صادق، هون في واحد بيعمل كرسي صادق، هون في واحد بيعمل صرمي صادق، هون في إنسان صادق. قال لي لا فتشوا، لو ما في كذاب 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 ما بيطلع هيك. اليوم التلوث بكل العالم، وأكثر شيء بالجنوب بلبنان ضربت وإجت على كل لبنان. سو ما بقى في أكل طبيعي، كذابين كلنا، كل المطاعم. ومين ما قال لك أنا أكل طاولة ومدري شو سوق الطيب، سميته سوق الميت وكله. وأنا كان اللي سقى فيهم كلهم، قول هون عائلتي وهون أهلي. ما حدا. إن شاء الله نكون أربعة من لبنان بس. نلتقى قريبا ونشوف إذا فينا نعمل كم كوخ بلبنان. بالأردن نعم، محمد كيلاني وحده. من بعد رمضان بكفي الطريق معنا. هو عنده علم أبدان وأديان، من هو صغير من 7 سنين اللي قالون أسرار كبيرة، مثل إدغار كيسي والناس عم بتقدره. وأي مؤتمر بيصير اليوم بغير كواكب وغير مجرات عم بيحكي معه، جسمه هين شخصيا بتحكي، اللي ما بتاكل ما بتتنفس ما بتشرب. جيم هامبل، جوردن ماكسويل وعلماء غير كواكب خلص طلعوا من هالجسد بقى. وبالبيت الحضرة أقوى، هون ما عندي حضرة إلا أنا ونفسي بس. وأنتوا بتشوفوها وناس بتشوفها وقليلة كتير، بس هي حضرة هي. بس ما فيني اقعد واحكي وكون مع انسان هيدا عم بيدخن، هيدا عم بيهز، هيدا عم بيستعمل الموبايل، هيدا عم بيعمل. هيدي ما بتشوفوها برا ابدا، ممنوع. مره كنت ببونا التفتت مره قالت لي حكيتي، انا ما انتبهت اني حكيت. سالت واحد قلت له انا حكيت لي. شحطوني حطوني برا. سكينة بتكون بي ستيل اند نو، كون بسكينة. كلنا رح نقرأ، اقرأ، رح نسمع صمت العارفين. عندما تأملت السماء وما فيها من جمال، رسمة الخالق. وعندما تأملت الأرض وما تحمله من إبداع الخالق. عندما تأملت وتأملت علمتني الطبيعة وحدثتني دون كلام، فهي تعطيك عبر وحكم ليست بالحسبان، فسبحان خالقها ومصورها. سبحان رمضان قرآن قربان سمعان إدمان، سر كبير بهالخمس أحرف وألف ونون. علمني المطر كيف أغسل همومي وأحزاني، كيف أجدد حياتي كما تغسل قطرات المطر أوراق الشجر وتعيد لها الحياة. علمني السراب أن هناك أمور في الحياة يكون تحقيقها من المستحيلات. ما في شيء مستحيل. Impossible. I am possible. لعبوا بالكلمات. وكلما تقترب منها خطوة تبعد عنك 1000 خطوة، فلا تضيع وقتك بأتباع الأوهام والأحلام. انتبهوا،
ما تضيع وقتك، كل إشارة بشارة، كف الطريق، ربك فكبر، ربك فكبر، ما تلتهي. علمني الضباب أن الإنسان قد يمر بلحظات عصبية ومصائب وأزمات، ولكن لابد أن تأتي الفرج من الله ويعود كل شيء كما كان. علمتني الرياح أن أسير بعكس التيار، إذا أردت تحدي نفسي والصعاب فهناك أمور تتطلب منك بعض التحديات. بدي حدا يقف حدي وفيك وأنا نتهدى ونتحدى. تشالنج، هيدا هو التحدي، اني شوف الالوهية بجهنم مش بس بالجنة، شوف النور بالعتمة وما خاف من العتمة. لو ما النقمة ما في نعمة، ورفع الميزان بالانسان. علمتني الرياح ان اسير بعكس التيار، انتبهوا باي تيار انت. نعم. علمني السحاب أن أنقل كل ما هو جميل، أبتعد عن الكذب والنميمة واغتياب الناس من وراء ظهرهم، فالسحاب لا يحمل إلا قطرات المطر، فلتكن مثل القمر. في قمر وفي بدر وفي هلال، هلك ومستهلك، طلع البدر علينا. شو يعني بدر؟ وقت اللي إجا فرانسيسكو لهون طيقت، ترك سيفه وقال له سمحنا، قال له هذا هو الإسلام وهذا هو المسيح في الإسلام، ومشي والدم يجري من إجراءه، وراح يبني الكنيسة القديمة هيدا، ونزل الفاتيكان وبيس إجره بتمنى بهالنهار الفضيل، وكل يوم فضيل، والفضل للفضيل، التلي لوميير والمنار تحطه برادرز اند سيستر، انتوا اللي حطيتوها اثنينكم، ما فيني انساك. تلي لوميير، كل ما بتطلع بتذكر ظهرك انت وحامل كيس القمح. والمنارة اعطيتوني الحرية احكي على الهوى وتحت الهوى وفوق الهوى. علمني يا حبيبي القمر بأن كل شيء له جانب مضيء وجانب معتم، جانب إيجابي وجانب سلبي، فانظر دائما إلى الجانب المضيء. نعم، قوم كل السلبيات حتى تكون إنسان إيجابي متفائل. كل شيء له وجه، حتى المحبة ما في إلا الرحمة وسعت كل شيء. نحن هلأ بشهر الرحمة، وسعت كل شيء، كل لحظة. الشمس، علمتني الشمس أن هناك من يضيء دروبنا وتجده دائما إلى راحتك، يتعب ويشقى من أجل راحتك، وهناك من يفديك بحياته لأجل سلامتك حتى لو كان لا يمت إليك بأي صلة. فالشمس تحترق بداخلها 1000 مرة لكي تثبت إلينا ضياءها. الشمس بتموت كرمالك. وقت سيدنا إبراهيم اطلع على الشمس بتغيب، أنت بتروح، أنت بتروح، أنت بتروح، شو اللي بيبقى؟ هذا كتاب الله الحي والمقروء والمنظور. علمتني النجوم أن أكون مميز بحضوري، أحترم كل من حولي، وأن أزين كل مجلس أحضره بأدبي وأخلاقي كما تزين النجوم السماء الصافية بجمالها وروعتها. والكاتم عن الحق شيطان أخرس. إذا في واحد قدامك غلطان بتقوله وجها لوجه بأي طريقة اللي كان، ما تسكت، معه سيف وفيت، وقال لهم بيت بيت الله جعلتموه مغارة للنصوص والمسيح من الصوت. صوت الصوت تبعه ما سكت. وين كان وقت اللي عاش 18 سنة؟ وين راح؟ إنجيل برنابا وأنت إنجيل، مطرح ما مرق المسيح حط نور وحط كنيسة. صرنا مسيحية، صرنا محمديين وعلويين وسني وشيعة. بهاللحظة يا يقظة يا موت، هلأ إن موت، موت الموت، لا ننتمي إلى أي دين ولا أي شريعة ولا أي مذهب. إنسان وقت المرأة جتت اليهودي، وقف الحبيب واحترم، قالوا لي هذا يهودي، قال لهم إنسان. كل يوم يكبوا له زبالة على بيته، شو عمل؟ دق على الباب، جارنا اشتقت لك،
فيت لعند اليهودي واكل عندها. قالت له مشان هيك ما تركت، قال لها مشان هيك ما تركت اخوتي ياكلوا. قالت له اشهد انك نبي الله. اخذ السم وحوله الى سمسم والى دسم، وقبل ما ترك جسمه راح لعند ستنا عائشه عند علم الصفر والواحد، كل اللي بيجوا من كواكب فينوس. هلا عم بيجي كثير ولاد انديكو، حطوا انديكو وفوتوا. أتحسب نفسك أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لحي الرحلة الداخلية وتلتهي بالإشارات، شو ما شفت الله أكبر. ليطمئنك قلبي هيك كم إشارة بإشارة وكفي الطريق. علمتني النجوم يا حبيب قلبي. أنت كمان نجمة كبيرة. علمتني الأشجار أن أكون ثابت وقوي في الرخاء والشدة، وإذا ضربت بحجر أعطي ثمر حتى أكون عبرا للآخرين. وهذا ليس من الضعف، لكن إذا أحسنت إلى الناس ستجبرهم على احترامك وتكون لهم قدوة يقتدوا بها. الشجرة إذا ما فيها ثمر ما حدا بيضربها، وإنت إذا حدا ضربك لأنه عارف إنه فيك ثمر، إذا حدا طعنك بظهرك لأنه ماشي وراك. اليوم سألوا له ليش قتلته؟ شايفه؟ لا. بتعرفه؟ لا. ولا هو بيعرفك. ليش عم نقتل بهالحرب والدمار؟ قالوا تنشهر، يحكوا عني الناس وتكتب عني الجرايد والمجلات، بس يشوف حاله منه مشهور بيعمل قصة. كانوا بدهم يقتلوني، كانوا بدهم يعملوا فيك، حطوا لي انفجار هون، حطوا لي انفجار هون، ومنلتهي فيهم. ها ألهان التكاثر، عايشين بالمقابر نحن، كله كذب ونفاق هيدا، وبتصدقوه لأنك مثلهم. علمتني الأنهار الصفاء والنقاء والعذوبة، وإن الإنسان المثالي يكون نقي من الداخل كنقاوة الأنهار، لا يعرف حقد ولا حسد، إنسان مسالم شفاف واضح، فلماذا لا تكون مثله؟ كلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالهند بيحتفلوا بأول حياة هي السمكة. كيف ما بيعبدوا البقرة بس بيحترموها هيك السمكة. ومن الماء كل شيء حي. يلي بيأذي نفس إذي كل نفس. الإمام علي بكي وقت قالت له النملة بدي تشك عليك، ما إذي حدا وأنا ديته، أهلا بقاتلي فزت ورب الكعبة. بأمريكا ما بتقول علي إز علي، عم بيتعلموا يقولوا عين، كلمة معين، لأنه العين بتفتح مقام قوي كتير، والقاف كتاب معين الدين الشستي. علمتني الزلازل، يلا بدها تجي قوية كتير، بدها تضرب أوباما، إن شاء الله أمريكا كلها بدها تروح، بيبقى نطفي بالنص. احضروا دايت فور نيو أمريكا كلها بتيباس. منين إجت هل الايلاند الجزر والجبال واطلوعة برمودا والاطلانتس؟ امريكا كلها بتروح، استراليا بضل فيها لدين فيها لدين فيها لدين. علمتني الزلازل ان الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، قد تعيش حياتك بسعادة ورخاء، ولكن هو بلحظة بلحظة، ما حدا بيعرف اي متى بتكدر صفو حياتك، فلا تتذمر ولا تحزن، فدوام الحال من المحال. لولا قهر الحال لما بحتو بالمحال. صاحب التاج محتاج. إن شاء الله العرب، شي كم واحد من أغنياء العرب الماديين، ما عندكم ثروة روحية، بس عندكم ثروة مادية، تلتقوا تعملوا مدينة فاضلة كل الأغنياء، وبتعوزوا إنسان هي بده سنجرجة كندرجة من درجة طبيخة كناسة مساحة، منجي لعندكم. أنت ما رح تفتقر، بس الموجودين بيغتنوا. ليش ما في هيك عند العرب؟ موجودة برا شرق وغرب. علمتني ثورة البراكين أن هنالك من يمسك نعم غضبه لأيام أو سنين. أنت كمان لا تمسك غضبك، انفجر، لكن بلحظة سيفجر كل ما فيه، فعليك أن تتنفس عن نفسك وتخرج كل ما تحس به قبل أن تصل لهذه اللحظة. فللصبر حدود. خلاص اتفقنا يا أخوتي، ما بقى فينا نسكت، بق هالبحصه.
بس ما منبقى بالقتل مثل ما الأرض بالزلازل، ما بقى فيها تتحملنا، بدها تشق وتبلعنا كلنا قريبا. أمكم الأرض قالا والجنة تحت أقدام الأمهات. شو عم نعمل فيها؟ منكسر منشيل الدماغة منشيل الحجار تنعمل حفار عضعرات كلنا بهالأبراج نقعد بالبيتون. وعلمتني أن من يتعرض للظلم سيدافع عن نفسه بكل قوة لإثبات حقه، لأن من يرضى الظلم على نفسه قد يرضاه للآخرين. انتبه، إذا فيت واحد هالعسد يتقلنا أول واحد قاعد بيقتله بيخلصنا كلنا. بأوروبا كلنا حاملين سلاح، وهلا بأمريكا سلاح للكل محلل، وما حدا بيقتل حدا، لأن أنا مسلحة وأنت مسلحة. علمتني الرمال أن هناك أمور لا تستطيع أن تمسك بزمامها فتطير من بين يديك كما تذهب الرمال مع أدراج الرياح. بكتب اسمك على رمل الطريق إذا عذبتني، بس إذا كنت منيح بكتب اسمك على الصخر المسيح قال وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وبيعتي. شو بدك بالرمل؟ فشت خلقي فيك بهدلتك لأني بحبك ولأني بحب نفسي، أنا بس بحب نفسي كل اللي حولي يبادلون. كنا بالمركز، بأي مركز فيه بأمريكا نلتقى مرة بالأسبوع تنبهدل بعضنا، كلهم بيعرفوا أنه مع مريم ما في حدا. أنا ما فيني أطبخ إذا أوضتك مفركشة وسيارتك مكركبة، وإذا أنا تحت كل واحد عنده صندوق وحطين على الصندوق البتكونية وحصيري على الأرض وفرشة. إذا مكركبة الأوضة ما فيني أطبخ، إذا المركز كله مكركب ما بقدر. قالوا ما حق، قلت له ما فيني أطبخ لكم وبتطلع الطاقة بالأكل وأكل سلبة. جابوا وحدة تاخد $5 على الساعة تتنظيف، 10 20 سنة 72 73 74. هلأ يلي تعلمت هيك تنظيف بتاخد $100 على الساعة، بتفوت لعندها بتاخد $1000 والشغيل اللي معه هني بيدفعوا وبتكب كل شي ببيتك. بيقول لها نظفي مثل ما مريم كانت تعمل، كبوا ونكبوا، نجيب كاميونات نلبسوا في اللو على جمعة نكب كل البيت منك عايزة. فوتوا على البيت لعندي بأجوى بناية بتشوفوا، ما له علاقة بأي بناية عربية بكل أمة العرب، بس هالبيت الطابق الخامس مميز عن كل البنايات بتشوفوها، أفقر بيت وأغنى بيت. عندي الضرورة يلي ما بتضرني وما بتضرك، هيدا الغنى، تستغني عن غنى مش عن فقر. علمتني الشواطئ إن لكل شيء بداية ونهاية، سواء كانت سعيدة أم حزينة فلابد أن تصل إلى هدفك وإلى نقطة النهاية. بضلك تمشي على الشاطئ، هو واحد على الشاطئ واقف وشايف هودي ستار فيش صار يحطها يردها. مرة واحد قال له ملاك قديش فيه؟ قال له بس هيدي أنا عم ردها على البحر. It makes a difference with this one. حط إيدك معي صاروا اثنين، انت حط ايدك صاروا ثلاثة. اذا خلصت نفس خلصت كل نفس، اذا زرعت شجرة زرعت مليون شجرة وشجرة، بذرة وحدة بتخضر العالم. ما تقول هيك هيك عم بيموتوا. علمتني البحار ان اكتم اسرار الناس مهما كان ومهما حصل، فإن كنت إنسان أمين سيلجأ إليك الكثير للبوح بأحزانهم كما يلجأون للبحر لرمي همومهم. كان الجار للجار، اليوم الجار مفشي، الأسرار ما في جار، بنطر تيمرق لعندي منصور بنقعد هيك ما في كلام، ما في نروح مطعم لأنه ما في زوم نقرأ، اثنيناتنا عم نقرأ نفس الكتاب. بقول له ناطرين تيجي توني وجاد، بنصير أربعة بلبنان. علمتني الثلوج أن أكون كبياض الثلج، لا يحمل قلبي غير الحب والعطف والرحمة، ولا أسيء الظن بالآخرين ولا أحكم عليهم من مظهرهم، فإذا لم تعاشرهم فأنت تجهلهم. انتبهوا، هيدا الثلج بردا وسلاما. بلبنان الثلج ما بيغيب عنك 24 ساعة 12 شهر، بتسبح بالبحر وبتطلع 3 ساعات تسبح بالثلج. لبنان هو الكرة الأرضية عصغير وعندنا 5 فصول. بتمنى
ينزرع السلام فينا. وأهلا وسهلا بكل إخوتنا العرب والعربين والإنسان والغربين. ما في غريب يا أخوتي، الغريب للغريب نسيب وقريب. شيلوا كل الطوائف وكل المذاهب وكل الأديان وكل الكتب. كل واحد يتطلع بعين التاني اليوم، بتطلع بعيونك بشوف مريم، وانت تطلع بعيوني بتشوف أنطون ومحمد وبشار و... علمتني الشهب إن الحياة قصيرة لا تغتر بجمالها، فكم فارقت من الأحباب والأصدقاء بلمح البصر كما تختفي الشهب بالسماء. هيدا طفل مات وهيدا عمره 100 سنة وبعده حي. الموت ما إلو أعمار يا أخوتي، أنت مش بعدد السنين حياتك، قديش حطيت حياة بهالعدة وهالعدد اللي عايشه. عمره 5 سنين وعنده حياة، وعمرك 70 و80 ميت بعد ما اندفنت. الجبال علمتني الراسية الشموخ والثبات أمام مهب المصاعب والأحزان، وأن لا أنحني لأحد غير الخالق، فاعلم إن لكل أزمة مخرج ولكل هم رب يفرجه. جبل يحبنا ونحبه، وقت اللي شافنا شو عملنا بمعركة أحد مثل ما عم نعمل هلا، ما غضب، ما حط لوم، ما قال شو عملته، طلع فينا وطلع بالجبل، قال جبل يحبنا ونحبه.